مدينة جسيفة الشيخة فاطمة السبعي وصفة الأولى. الشعور صراحة بالفرحة، فرحة واحد الفرحة كبيرة وبالفخر الحمد لله. كنوجه لهم انهم يثقوا في راسهم، ولا كانت شي بنت باغا تشارك في شي مسابقه ديال الجمال ولا حب ما اللي كتحب الملوك تثق في راسها وتشارك. نقول للناس اللي كيشوفوني دابا بانني فرحانه بزاف بهذا التتويج الحمد لله، وبانني كنت وصيفه الاولى لميسوريز، وصراحة شعور زوين والحمد لله على كل حال. وكنوجه واحد النصيحه للبنات اللي غادي يشاركوا في الموسم الجاي ان شاء الله، كنقول لكم اختاروا احسنوا اختيار المشروع لانه من اهم المعايير. دي فاطمه السبعي ممثلة مدينة قرسيف. الشعور ديالي فرحانة بزاف بهذا التتويج، وكنشكر الناس اللي سهروا على هذا المهرجان ووصلوا لهاد المراتب العليا. كنشكر كاع الطاقم وجنود الخفاء، وكنشكر اللجنة اللي تاقت فينا وتاقت في المشاريع ديالنا واختارتنا. نحتفل بالذكرى 99 هذه السنة، ونحن نستشرف المئوية التي سنسعى من خلالها إدخال أشكال جديدة تليق بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك بالتصنيف التي يحظى به المهرجان لدى اليونسكو كتراث لا مادي للإنسانية. عدد المشاركات ناهز 60 مشاركة، كلهن يتمتعن بمستوى ثقافي متميز، وقدمنا مشاريع لا بأس بها إلى حسنة جدا، وكذلك مستوى جمال يعني متميز كذلك. فعلا بالنسبة للجنة التحكيم حقيقة أود أن أحييها على المجهود التي قامت به من خلال يعني عملية التنقيط واختيار الأجود، وفعلا عطتنا واحد الباقة في الأخير، باقة متميزة. كما صرح أعضاء اللجنة بأنهم يعني لقوا صعوبات جمة في اختيار الأنسب نظرا لتقارب المستويات.